سبورة نيت، نزلت مواصلة معكم في إصلاح تمارينات الرياضيات لسنة 7 أساسي، درس الأول بطبيعة، وبش نصلحوا اليوم تمرين 18 صفحة 65. إذا نحلوا الكتاب صفحة 65 ونتابعوا مع بعضنا. شنو فيه التمرين؟ فيه هو تمرين فيه عبارة على عمليات ونقصي علامات. مثال باش ناخذ العملية الأولى 794 يساوي كيفاش حاطلي؟ حاطلي 7، حاطلي مربع. شنو معناتها مربع؟ معناها العلامة اللي كان ناقصها لأنه ضرب جمع أو طرح. حاطلي 100 علامة، 9 علامة، 10 علامة، 4 علامة، 1. فهمنا؟ نحن باش نكملوا بالعلامة الناقصة، معناها لأنه ضرب جمع أو طرح. باهي، نحن نعرفوا إنه في العملية الأولوية للضرب، شنو عندي؟ عندي 794، عندي 7 100 9 10 4 1. باش نتحصل على 700، السبعة شنو لازمني نعملها؟ لازمني نضربها في 100، إذا لهنا عندي ضرب. 7 ضرب 100 باش تعطيني 700، هذي باش تعطيني 700، شنو مازالتلي؟ مازالتلي 94. فهمنا؟ باهي، خليها العلامة هذيك، باش نتحصل على 90 لازمني 9 نضربها في 10، إذا لهنا عندي ضرب. هذي 90. وعندي 4 باش نتحصل على 4 نضربها في 1، فهمنا؟ لهنا عندي ضرب، اذا لهنا عندي 4. شنو ناقص؟ عندي 794، اذا 700 لازمني نجمعها مع 90، لازم نجمعها مع 4 باش نتحصل على 794، اذا لهنا باش نحط علامه جمع. فهمنا؟ الاولويه ديما للضرب. اذا 7% 700، 9 في 10 90، 4 في 1 4، 7 700 مع 90 مع 4 تعطيني 794. عدى المثال اللي بعدها، المثال اللي بعدها عطيني عدد كبير شوي. فهمنا؟ العدد هذا متاعي، وعطيني هو منقسم لزوز أعداد، عطيني علامة ناقصة لهنا. هو شنو العلامة اللي باش نحطها هذيك؟ لأنه علامة ضرب جمع أم طرح. شنو نلاحظ أنا لهنا؟ شنو عندي أنا العدد لهنا؟ عنده نفس رقم الآحاد، نفس رقم العشرات، رقم المئات يختلف، هذا 5 وهذا 3. تفهمنا ولا؟ باهي، رقم الآلاف هذا 4 وهذا 6. ومن بعد الآلاف عندي آحاد، عشرات، مئات، آلاف، هكا ولا آحاد الآلاف، عشرات الآلاف هذا 8. وهذا 5، إذا هذا باش يكون أكبر. نزيد نتعدى، هذا 7 وهذا 2، هذا 9 وهذا 3، هذا 3 وهذا 3، إذا أنا ولي أكبر، أنا العدد لي أكبر، بالطبيعة العدد هذا أكبر. إذا باش نتحصل من باش نتعدى من هنا لهنا شنو عملت؟ هل إنه حطيت عملية جمع؟ بالطبيعة لا، الخطر هذا أكبر. إذا كان هذا كبير ونزيده باش نتحصل على عدد أكبر منه، ولكن أنا العدد اللي تحصلت عليه هو عدد أصغر. باهي، باهي. حاجة أخرى، الأعداد هذوما مازوش بيهم، عندهم نفس الترتيب، معناها عندهم كلهم نفس الرقم نفس عدد الارقام اللي متكونين منه. باهي، والعدد هذا الارقام نتاعو كبيره برشا، اذا مستحيل تكون ضرب، خاطر كي مش نضرب يلسفي نضرب في الاثنين مش يكبر، فما بالك نضرب في عدد كبير. اذا العلامه اللي باش تكون هذيك باش تكون علامه الا. فهمنا؟ كي نقص هذا من هذا باش نلقى العدد النهائي نتاعي اللي هو العدد هذا. باهي، وتجوا انتما تخدموا عمليه الا نتاعنا تو نلقوا العدد هذا. باهي، بعد المثال اللي بعدها، علامة 999 علامة 1 يساوي 56893. باهي، شنو العلامات عندي؟ زوز علامات ناقصي التمرين نتاعي. شنو عندي أنا لهنا؟ عندي العدد هذا والعدد هذا شبيه، زوز أعداد عندهم نفس عدد الأرقام هكا ولا، ولكن العدد هذا أكبر من العدد هذا. إذا هي شنو باش تكون؟ باش تكون إلا. ماهي، إذا كي نعمل 57893 إلا 999، شنو باش نلقى؟ نورمالمون باش نلقى 56892. إذا لهنا عندي 1، لازمني نزيد 1 باش نتحصل على 56893. ماهي، تعدى للمثال اللي بعدها، عطيني كيف كيف نتابعوا صفحة 65، حلو الكتاب ونتابعوا صفحة 65. شنو عندي هنا لهنا؟ عندي 13 245 13 755 وعندي لهنا 13000.
باهي. شنو هو هنا عندي؟ لا لا، ديما الأولوية للضرب. إذا هنا شنو باش تكون؟ هنا باش تكون ضارب، هنا باش تكون ضارب، وهنا باش يكون جمع بيناتهم، هذوما الزوز باهي، باش نتحصل على 13 نعرف. فهمنا؟ كي ننجزوا العملية نتاعي، ننجزوا هذه وننجزوا هذه، ولي نقول هنا نزيدهم على هنا باش نلقوا 13 نعرف. إذا الأولوية ديما للضرب، فهمنا؟ أولوية للضرب. كي يبدا عندي، كي يبدا ما عنديش أقواس، أولوية للضرب، ولكن كي يبدا عندي أقواس، الأولوية للأقواس. حتى نصلح التمرين 19 صفحة 65. حلو الكتاب صفحة 65 ونتبعوا. التمرين 19 عبارة على مسألة صغيرة. شنو فيها المسألة نتاعي؟ لترويج منتوجاتها قدمت شركة لصنع معجون الأسنان العرض التالي. شنو عملت الشركة هذه؟ إذا اشتريت 5 علب من معجون الأسنان تتحصلوا على 3 فرشات لتنظيف الأسنان مجانا. شو معناتها؟ معناتها 5 علب شو مش تعطيك؟ مش تعطيك 3 فرشات لتنظيف الأسنان بالطبيعة مجانا. شنو المطلوب؟ أراد أحد الباعة الحصول على 12 فرشاة، فكم عليه أن يشتري من علبة؟ إذا باش يتحصل على 12 فرشاة بالطبيعة مجانا، ما هو عدد العلب نتاعك؟ باهي؟ باهي. شنو العلاقة ما بين 12 فرشاة و 3 فرشاة؟ باش نتحصل على 12 فرشاة، الثلاثة هذه لازم نضربها في الأربعة، هكا ولا 12 يساوي 3 ضارب 4. اش معناها؟ معناها قداش من مرة شري العلب؟ باش 4 مرات، هكا ولا؟ إذا باش يشري قداش من علبة؟ تبيع عنده كل مرة فيها 5 علب، معناها 5 ضرب 4 يساوي 20 علبة. إذا باش يشري 20 علبة، البائع باش يعطيه 12 فرشاة مجانا. تمام؟ خاطر العلاقة بين 12 و3 هي ضرب 4، إذا لهنا لازم نضرب 5 في 4 باش نتحصل على 20 علبة. بعد نصلح التمرين 20 صفحة 65. شنو فيه التمرين بتاعي؟ تبعوا مع بعضنا نحلوا الكتاب المدرسي صفحة 65. المساحة الجملية للشكل الموالي هي 3400 متر مربع. عطيني شكل عبارة على مستطيل مساحته 3400 متر مربع، ومسميه هو بي سي او اف ا بي سي دي، مستطيلان ابعادهما كما يبين الرسم. شو معناتها؟ عطيني هكاين. طب مع بعضنا صفحة 65. هذا هو ا بي سي دي اف به، وعطيني الأبعاد، عطيني البعد هذا 43 متر، عطيني البعد هذا 38 متر، وعطيني البعد هذا 15 متر. فهمنا؟ هذه هي الأرض نتاعها، المساحة الجملية 3400 متر، مساحتها هذه كل 3400 متر مربع، مساحة متاع A F E B نورمالمون. به، إذا وعطيني جدول. شنو يحب؟ استخرج من الجدول كل عبارة تمثل مساحة الجزء الملون بالأخضر. أنا الجزء الملون بالأخضر، عطيني جزء كبير ويحب المساحة نتاعو. فهمنا؟ إذا شنو يحب هو؟ استخرج من الجدول كل عبارة تمثل مساحة الجزء الملون بالأخضر. أنا المساحة اللي بالأخضر، المساحة اللي بالأخضر عفوا هي مساحة الأرض. المساحة هذه كل هي اللي تمثل 3400، مش مساحة المستطيلين. إذا المساحة الخضراء هذه نتاعي هي 3400، خاطر هو عطيني مساحة خضراء وفي وسطها زوج مستطيلات. إذا 3400 ما يقصدش بها مساحة المستطيلين، ولكن يقصد بها المساحة الخضراء. وعطيني عدة عمليات يحب يعرف أنهي منهم تمثل مساحة الجزء الأخضر كهو، معناها هذا يحب يشوف المساحة نتاع هذا. باهي، نحن قبل ما نتعدوا نشوفوا العمليات نتاعنا انا الساحة وانا الغلطة، باش نحسبوا مساحة الجزء الأخضر وحدنا. مساحة الجزء الأخضر كيفاش نحسبوه؟ هي نورمالمون المساحة الجملية اللي هي 3400، شنو باش نحو منها؟ باش نحو منها مساحة المستطيلين هذوما الزوز. يا إما نخدم مساحة المستطيل A D C B اللي هي 43 ضرب 15، ونزيدها مساحة المستطيل D F E C اللي هي 38 ضرب 15، وإلا نحسب مساحة المستطيل A F E B، معناها 43 مع 38 كلها ضرب 15 كيف كيف. إذا شنو باش نعمل هنا؟ باش نحسب لكم كل واحدة وحدها. هذه مساحة المستطيلين مع بعضهم، وهذه هذه مساحة المستطيل أنا 43 ضرب 15 اللي هو A B C D، 38 ضرب 15 هو D F E C. فهمنا؟ جي عندي هنا، جي عندي 3400 إلا
النتيجة الأولانية باش نتحصل على 645 مع 570 يساوي 3400 إلا كي نجمعهم الزوز مع بعضهم 645 مع 570 باش نلقوا 1245. النتيجة النهائية 2185 متر مربع. إذا المساحة الخضراء هذه البقعة الخضراء المساحة متاحة 2185 متر مربع. فهمنا؟ وهو في الجدول عطيني مجموعة اقتراحات ويحب نشوف أنا الصحيحة. مش نعرف أنا الصحيحة يزمني نجز العمليات متاعي كل ونختار العملية اللي النتيجة متاحة تكون 2185. العملية الأولى عطيني 3400 إلا 15 ضرب 38 مع 15 ضرب 43. شنو لاحظوا أنا هنا؟ شنو الفرق بين هذه وبين عمليتي الأخرى؟ هذه ماهاش عطيني القوس الكبير. شو معناها؟ معناها 3400 نحى منها 15 ضرب 38 وزادها 15 ضرب 43. ونحن العملية متاعنا هي 3400 إلا حلينا قوس كبير 15 ضرب 38 مع 15 ضرب 43. ثم فرق كبير بيناتهم. نحن 3400 نحينا منها المجموع متاعهم الزوز هذه لقيناها 2185. هو 3400 نحى منها 15 ضرب 38 واللي لقيه زادوا 15 ضرب 43. ثم فرق كي باش نخدموا العمليه نتاعنا باش نلاحظوا الفرق. عندي 3400 الا 570 مع 645 باش نتحصل على 3475 تفهمنا متر مربع بالطبيعة. اذا العمليه نتاعي الاولانيه ماهيش هي اللي باش نحسب بها المساحه نتاعي. اذا هذه هي غلطه. باش تكون غلطه هذه. نتعدى العمليه اللي بعدها عطيني 3400 الا 15 ضرب 38 الا 15 ضرب 43. هل انه كي نخزر انا لهنا هل انه هذه باش تكون صحيحه ولا باش تكون غلط غير ما نخدم عمليتي؟ هل انه باش نتحصل على نتيجه صحيحه ولا نتيجه غلط؟ باش نتحصل على نتيجه صحيحه. علاش؟ شنو العلاقه بين هذه وهذه؟ كي نحي انا المعقف الكبير لهنا باش يولي عندي 3400 الا 15 ضرب 38 الا 15 ضرب 43. خاطر عندي علامه الا قبل القوس العلامه هذه باش تولي معها. كي نخزر لهنا شنو عندي؟ 3400 الا 15 ضرب 38 الا 15 ضرب 43. عندي نفس العمليه. اذا بالطبيعه باش نلقى لهنا 2145. كي نخدم عمليتي شنو باش نعمل؟ 3400 الا 15 ضرب 38 هي 570 نخدمها وحدها باش نزيد نقص منها 15 ضرب 43 اللي هي 645 يساوي 3400 الا 570 باش يديني 2830 الا 645 يساوي 2185. اذا العمليه اللي نحب عليها هي العمليه الثانيه. هاي كان نفس النتيجه تحصلت عليها. فهمنا؟ نتعدى العمليه الاخرى. شنو عطيني؟ عطيني 3400 الا 15 ضرب 38 ضرب 43 يساوي هذا الكل الأولوية للأقواس باش نخدم اللي في وسط الأقواس باش نلقاه 24510. عندي 3400 نقصت منها 24510، نقصت من عدد أكبر منه، مانيش باش نخدم هالعملية هذي، باش نخليها، باش نلقى عدد سالب نورمالمون، أنتم مازلتم ما تقروش الأعداد السالبة باش مازلنا ما نقروهاش تو، إذا باش نخليها كما هي، فهمنا؟ ولكن النتيجة اللي باش نلقاها هي نتيجة سالبة، هذه غلطة العملية بتاعي لا تمثل مساحة اللي حب عليها. اللي بعدها 3400 الا 15 ضرب 38 مع 15 ضرب 43 هي بيدها نفس عمليتي باش نلقى 2185. نفس العمليه اللي استخدمتها من الاول. والعمليه الاخرانيه عطيني 3400 الا 15 ضرب 38 مع 43 الاولويه للاقواس. هذه شنو باش تجي؟ باش تجيني 81. عند 3400 الا 15 ضرب 81 اولويه للضرب. هذه مش تجيني 1215. عند 3400 الا 1215 باش نتحصل على 2185. اذا هذه صحيحه. فهمنا؟ اذا شنو الغايه من التمرين هذا؟ التمرين هذا الغايه منه انه انا عندي عمليه باش نشوف الكتابات المختلفه للعمليه نتاعي. باهي؟ شو معناها العمليه اللي خدمتها من الاول هي 3400 الا
15 ضرب 38 مع 15 ضرب 43. باهي، باش نطبق الخاصيات اللي شفتهم في الجمع في الاعداد الصحيحه الطبيعيه ونكتب العمليه هذه في كتابات مختلفه. اول حاجه نجم نحي الاقواس ما يقلقنيش، اما لازم ننتبه للعلامه اللي قبل القوس ونحي. 3400 علامه الا، 15 ضرب 38 مادام عندي الا، ولنا عندي مع مش تقلب هذه، مش تولي الا. 15 ضرب 43 باهي، هذه في الموجوده هذيا 3400 الا موجوده في العمليه الثانيه اللي عطيها لي هو باش نكتب بها نفس النتيجه. باهي، كيف نجم نكتبها هذه 3400 نخلي الا، شنو يتعاود فيهم؟ لهنا عندي 15 ضرب 38 ولنا عندي 15 ضرب 43، اذا ال 15 هذه شنو نجم نخرجها؟ نجم نخرجها لبرا، هي عامل مشترك 15. شنو باش يبقى لي لهنا؟ باش يبقى لي 38 مع 43، ما ننساش خاطر عندي علامة إلا خدمت بهذه، 15 38 مع 43 اللي هي عطيه لي هو الاقتراح هذا عطيهولي. باهي، كيف ما نجم نخدم نحل هنا المعقف الكبير اللي هي 3400 إلا 15 ضرب 38 مع 15 ضرب 43، ما يتغير حتى شيء. باهي، إذا الغاية من التمرين هذا إني نكتب العملية متاعي في كتابات مختلفة باش نطبق فيها الخاصيات اللي شفناها. باهي، بالتمرين هذا اللي هو 20 صفحة 65، نكون كملت التمارين الكتاب المدرسي للجزء الأول اللي هما العمليات على الأعداد الصحيحة طبيعية. مازال التمارينات متواصلين، مازال باش نخدم القوى والقواسم وكل شيء. تابعوني على سبورانات باش نكمل نفتح لكم تمارينات الكتاب المدرسي، وبعد باش نهبط لكم سلسلة من التمارينات على الدرس الأولاني، وبعد نصلح إن شاء الله الدرس اللي بعده باش نجم نخدم لكم امتحانات الثلاثي الأول.